هي أول مخرجة روائية للأفلام الطويلة بتاريخ السينما المصرية. أفلامها مثيرة للجدل بس مضمونة من واقع حياتنا، بتكشف خفايا وأسرار نحنا مش حابين نشوفها. مصرية النشأة عربية الانتماء، كيف ما طلت مميزة حتى بالإعلام كمذيعة في برنامج شيخ الحارة، عدسة كاميرتها أطلقت كتير من النجوم في عالم التمثيل، لأن الأفضل والأرقى كانت دوماً محاطة بأفضل الجوائز والتكريمات الدولية. طبعاً بدي أدعي جنرال ميشيل، أهلا وسهلا فيك جنرال ميشيل نحاس، تفضل معنا، زقفة كتير كبيرة لتسليم جائزة أفضل عن المسيرة الفنية والإعلامية للمخرجة إناس الدغيري. الحقيقة أنا سعيدة جداً إن أنا في لبنان، لأنه أنا لبنان بالنسبة لي بلد جميلة وكانت دايماً داعمة ليا في أفكاري وفي حريتي، ورغم إن أنا اتعارضت في كتير من الناس إلا الجمهور اللبناني كان دايماً واقف ورايا. أنا عاوز أقول لكم إن السينما المصرية أساساً قامت على أكتاف لبنانيين، كل الممثلين اللي كانوا زمان كبار كانوا من لبنان، وكل المخرجين اللي جم والإضاءة اللي اشتغلوا معنا والمصورين كانوا من لبنان، وكل الموزعين اللي سندوا الأفلام المصرية زمان كانوا لبنانيين. فأعتقد أن السينما المصرية ليها درع كبير قوي مع السينما اللبنانية في أنها تكون رائدة في السينما عموماً الروائية. أنا طبعاً كنت أول واحدة امرأة في السينما التجارية اللي هي بتتعرض للناس، إنه أنا أقدم أول فيلم ليا وهو كان عفواً أيها قانون. كل ما مخرجة بتدخل بحس إن أنا ليا دخل في إنها أخرجت، وبالذات الجيل الجديد، فبقول لهم أنا سعيدة بكل مخرجة كل مخرجة عربية عملت أي مجهود في السينما، وبقول لهم جهد احنا الزمن اللي جاي للستات على فكرة، ما تزعلوش مننا يا رجالة. وبشكركم على التكريم، وبشكر افضل على انها اختارتني رغم ان انا بعيدة شوية عن الفن، ولكن بقول لهم ميرسي على كل حاجة، وبتمنى كل التوفيق للشعب اللبناني.